Donc, je peux pas. أهلا بكم من جديد. تسببت الأمطار الغزيرة فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية بفيضانات غير مسبوقة في مدن ومنتجعات جنوب البحر الأسود في بلغاريا. وكانت سراييفو حيث أعلنت حالة الطوارئ في 5 سبتمبر هي الأكثر تضررا. وقال التلفزيون الوطني البلغاري إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نيكولاي دينيكوف المنطقة لتفقد الوضع، ومن المتوقع أن يعقد دينيكوف مؤتمرا صحفيا في 7 مساء وحتى منتصف بعد ظهر يوم 5 سبتمبر أيلول. لم ترد تقارير عن فقدان أرواح. وتم حث السكان والسياح على النزول إلى الطوابق العليا من المباني، في حين أن بعض السيارات كانت تحت الماء ولم تظهر سوى أسطحها، كما وردت تقارير عن جرف السيارات إلى البحر. وأعلن عمدة سراييفو جورجي لابتشيوف حالة الطوارئ في البلدية، وأمر بإجلاء بعض سكان المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات، كما وتم إنشاء مقر للأزمات، ومن المتوقع نشر المساعدة من قبل أفراد وزارة الداخلية من بورغاس والمناطق المجاورة لها. وقال لابتشيف للإذاعة الوطنية البلغارية إن الخزائن في بلدية سراييفو يفيضان، سنبلغ الناس في لوزينيس بأن يكونوا يقظين للغاية وأن ينسحبوا إلى المناطق الأعلى. وقال لابتشيف كمية الأمطار التي هطلت لم يسبق لها مثيل، ولقد تحطمت الجسور وقرية بأكملها وكوستي التي تغمرها المياه حاليا. لقد بدأنا بإجلاء الناس، وهناك أيضا سيارات ضربتها موجة المد التي جاءت بسرعة كبيرة. قال إن الماء يستمر في التدفق جراء السيول والفيضانات، كما وذكر المطر لا يتوقف، نحن نشهد صورا لم يتخيلها أحد من قبل. وقال لابتشييف إنهم يبحثون أيضا عن سائق السيارة التي من المفترض أنها سقطت في إحدى الوديان. وأصدر وزارة الساحلية بأن في 5 سبتمبر أيلول حثت فيها الناس على عدم محاولة الإخلاء بمفردهم. وقالت الوزارة لم يتم الإخلاء إلا عند الضرورة في الوقت الحالي، وينظمه مقر للأزمة في المدينة. وذكرت التقارير إن المياه في موقع مخيم أرابية وصلت إلى 2 متر. وقال عمدة فارفار بيستورا أن هناك منازل غمرتها المياه وجرفت السيارات إلى البحر. وكانت الجهود جارية في فارفار لفتح أخدود لمنع تدمير الجسر ولمنع المياه من إغراق الكنيسة المحلية في بلغاريا. وتم تقييد حركة المرور على طريق سراييفو فارفار مؤقتا في كل الاتجاهين بسبب الفيضانات الغزيرة، وهي تصنف من الدرجة الرابعة والأخطر على البلاد. كما وذكر أن الطريق الرئيسي بين سراييفو وسينيموريتس مغلق أمام حركة المرور. وذكر أنه كان فريق من منطقة يورغاس الإقليمية للصليب الأحمر البلغاري متجها إلى المستوطنات الأكثر تضررا، وكانت المنظمة على استعداد لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا بمياه الشرب والوجبات الخفيفة والبطانيات.
وذكرت أنه بيان صادر عن شركة توزيع الطاقة إن فرقا من الشركة تعمل على التعامل مع عواقب الأمطار الغزيرة والفيضانات وإصلاح الخطوط التي تضررت بشكل كامل جراء الفيضانات الغزيرة. وقال البيان إنه اعتبارا من الساعة 2 ظهرا يوم 5 سبتمبر كان الجزء الأوسط من سراييفو وكذلك منطقة مخيم نيستينارا بدون كهرباء جزئيا بسبب انقطاع خط الكهرباء العلوي بسبب العاصفة، وانقطعت الكهرباء عن قرى كوستي وبرودلين ويزيرون حتى الساعة 2 بعد ظهر اليوم. وذكر البيان أن عمل الفرق يعوقه إغلاق الطرق واستحالة الوصول إلى بعض الأماكن جراء الفيضانات وإغلاق الطرق بسبب السيول المدمرة. إلى هنا أحبتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير.